كاين زوج راهم ساكنين منا وكاين ثلاثة منا ساكنين. وأنت تتجول بمدينة سيدي بالعباس يلفت انتباهك بعض المشاريع السكنية غير المنتهية. الخرسان والطوب هو المظهر المسيطر هنا وسبب تقاعس المقاولين. إذا ما نتقولش اسمه رواح ما نيش عارف خليها أنا مربلة كيما هكا. رانا كل واحد خدم الروح. أنا خدمت الروحي بعدا نسكن في الكاترية. أنا خدمت الروحي وجماعة قاع نصهم قاع خدموا الروح كيما هكا سمح فيها الانتربرينور وقاعده كيما هكا تخن عليها يا جور مخير اللي دخلت خلي زاد بدراهمه. انا مخلص 485 دراهمي وراني خالص عليه فايت 200 دراهم واحد اخرين يدفعوا قدامي 2009 انا دفعت 2010 برسك غير دو موا تروا موا لا ماجوريتي تاعي. هذاك هو لو موموليت نورمالمون قالنا 2014 اي شوف رانا حنا ضربوا. أشغال لا تزال جارية وتراوح مكانها منذ سنوات، أو بالأحرى تناساها مقاولين كلفوا بالمشروع، وللمكتتبين لا خيار لهم سوى اقتحام سكناتهم التي طال انتظار استلامها. لا راه على الصورة، هذه أنا وجاري هنا قريب 6 ملايين ولا 7 صرمناها على أولادنا. دوك أنت الصيف كارثة، حشرات حبوبة ها شوف عينك ها أروح ها. خاطر هما هاد اليضال هادو اللي ما كملوهمش. المره اللي فاتت خطره ممكن تطيح لك كون يطيح ان بيلي واحد سلاده لكاع كون تتهود من ولا من هي تكون كارثه. عايشين وخير ما تروح تكري ولا خير ما تا صيف قال لك قال الولي قال بلي هذا الشهر هذا ان شاء الله نسلكوكم ومازال رانا غير وعود الوعود والوعود. غياب المراقبة من طرف السلطات ولا مسؤولية المقاولين جعلت من هؤلاء يدفعون فاتورة هذا التقاعس ويبيتون في سكنات تشكل خطرا عليهم وعلى أبنائهم.